ب 20 جنيه، اي متر هنا سوفت ب 20 جنيه، بس بقى ايه حته 2 متر، متر ونص، 3، 4، زي ما انت عاوزه. المتر ب 20 جنيه اي حته هنا اهي. احنا فين بقى؟ كل اسبوع. هقول لكم العنوان دلوقتي. حلوه قوي ما شاء الله، كل اسبوع ب 20. جميله قوي دي، كل اسبوع ب 20، عند الراجل الكويس ده قدام عم ابو طارق على طول. عم ابو طارق خلاص بيفطر، خلصنا الشغل عنده، جينا بقى ايه للسوفت. اي متر كله ب 20. ب 20 ده هو ده حرير ولا سوفت؟ سوفت يا باشا. ده سوفت ما العلبة. الله ده خامته جميلة قوي، ناعمة ناعمة وجميلة، والعلبة اللي فيه دي جي راح اجيب جبنة. بصوا ده كده سوفت المتر ب 20 جنيه. ابو 105 في 100، ابو 105 في 100. ايوه ورينا الاشكال كده عشان الناس تعرف انت فين. اهو احنا فين يا جماعه، احنا في سوق التلات، سوق التلات اللي في الجيزه، اللي عند مترو المصريين. هتنزلي من مترو المصريين وتروحي سالة على بنك ناصر الاجتماعي، بعد بنك ناصر الاجتماعي في شارع على نصيته مسجد التوحيد. ادخلي الشارع اول تقاطع شمال، لا تاني تقاطع شمال، خش فيه الدخله من هنا اهي، تكسري كده تلاقي عم ابو طارق قدامه على طول، الراجل كويس ده. المتر عنده سوفت ب 20 جنيه، وعنده كريب، وعنده حراير، وعنده جنس بالمتر، وعنده كل حاجة، كل تلات تلاقي عنده حاجات. بالنسبة للناس اللي بتخيط ملابس هتلاقي عنده الشغل ده. بصوا تعالوا اوريكم الجنس ده، عنده جنس. المرة اللي فاتت كان عنده خامة فوق الروعة، بس انا ما عرفتش اصورها بصراحة. بص ده جنس، المتر الجنس بكام؟ كله ب 20. ده جنس اهي، اللي عايز يعمل بناطيل استنى ما اشوف ليكرا ولا لا. لا ركلة، ليكرا بمسكها برجل عشان اقدر اشدها. الله اللون ده جميل 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 في الصيف ده، ما شاء الله تلجي، ما شاء الله على خامته جميله جدا. تعمليها بناطيل بقى، تعمليها قمصان اهي. بصوا فيها خط ابيض اهو عشان ابقى موضحه معاكم، دي غلطه. الباقي ما فيهوش اي حاجه، بس برضو في ليكرا، والليكرا بتاعته جميله قوي، حلو قوي. ده قميص، قميص بنات تعمل له اي شغل كده وجيبين ويبقى حاجه شياكه. تعالوا بقى نشوف بقيه الشغل اللي عنده. انت عندك كريب اهو، الكريب ده بكام؟ كله ب 20 يا باشا. اي متر عندك ب 20 من اللي احنا واقفين عنده ده؟ الخامه اللي انت ماسكها دي ايه؟ الحاجات الحلوه الاسبوع الجاي في حاجات حلوه برضه. الخامه اللي انت ماسكها دي ايه دي؟ ترجال. اسمها ايه؟ ترجال؟ اسمها ترجال؟ اه خمس نجوم اهي. خمس نجوم اهي وترجال. طب اللي يعرف الاسم ده يا جماعه يعرفها اهو. عنده لون منها تاني كافيه، وعنده سكري، وعنده اللي هو ترابي من الترجال دي. ايه الترجال دي؟ اول مره اسمع خامه اسمها كده. وده كل الكريبات، والكريبات عنده المتر ب 20 جنيه، وعنده برده طول اهو وبواقي. وفي عنده خامه زي دي كده قطن جميله قوي، تعمل بيها كورنيش لملايه جميله، مفيش منها الا اللون الازرق ولون البطيخ الغامق قوي اللي وراها ده. كل دي كده قصايص بقى، اللي عايز تعمل طرح، اللي عايز تعمل كورنيش، اللي عايز تعمل شغل هاند ميد، الحاجات دي كلها بتنفعها. بصوا ادي تول، تول بس حتت صغيره، في شبك. الناس اللي كانت بتسال على الشبك ده، ده كان في منه ستاير، في شبك اهو تاني. بصوا الشارع اللي انا فيه ده، لو خرجتي كده وكسرتي شمالك هتلاقي الراجل بتاع السجاد اللي الناس كلها كانت بتسال عليه، عملت عنده فيديو سابق. بصوا في قماشه اسلامي اهي في وسط القصايص، شايفينها جميله قوي دي، فسكوز بس ايه حته شريحه كده. والله العظيم اللي بتفكر هتعمل شغل، بس انا ماليش في التفصيل، بس لو فكرت معاها هعمل برضو. بصوا ده شبك اهو. طب الشبك ده المتر بكام؟ الحته ب 5. يا صلاه النبي احسن، الحته ب 5. معرفش انتوا تعملوها ايه، بس الحته ب 5. ممكن بقى واحدة تكون عاملة طقم ولا حاجة وعايزة تعمل له كورنيش، تاخده ولا تعمل له كورنيش، والشبكة بتاعته غريبة. أو واحدة بقى عايزة تعصر عرق سوس في رمضان، تيجي تاخد بدال الحتة ب 5 تعصر فيها. وكل سنة وأنتم طيبين، بمناسبة شهر رمضان الكريم، يعود عليكم يا رب الأيام كلها سعادة وخير وهنا، وأهم حاجة راحة البال والصحة. وكفايه عليكم كده النهارده، بس اهم حاجه ما تنسوش التل ده يعصروا فيه العرق السوس او التمر. سلام عليكم.